السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الدراسات العليا، درس اليوم مثل ما هو واضح أمامكم بالعنوان راح نتعلم شلون تنسيق البحث العلمي، ترقيم الصفحات، ترتيب الهوامش، شلون ندمج كل فصول الرسالة بعد ما نكملها في ملف واحد. قبل ما نبتدأ الدرس أتمنى منكم الاشتراك بالقناة للي ما مشتركين والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. نبتدأ على بركة الله. أول بداية، أول ما نبتدي نكتب الرسالة أو البحث العلمي، أول شيء راح نفتح صفحة جديدة. أول خطوة نسويها قبل ما نبتدأ بالكتابة حتى يكون التنسيق مالة البحث مالتنا من أول البداية حتى ما نتعب بالأخير. لازم نرتب مقاسات وحجم ورقة العمل. أول شيء ورقة العمل لازم تكون A4، نروح من اللاي أوت البيج سايز، هو يعني اوتوماتيكيا راح يفتح لنا A4. نروح نرتب الهوامش، نروح على كلمة مارجن، نروح على كوستمايز مارجن. طبعا بالنسبة للبحث العلمي اللي باللغة الإنجليزية يطبق هاي الخطوات، وباللغة العربية راح يعكس الخطوات اللي راح أحكيها. بالستاندرد راح يطلع لنا هاي الأرقام اللي هو بالتوب سنتيمين ونص تقريبا، وبال البوتوم وبالرايت وبالليفت. اللي يهمنا احنا بالجتر او اللي هو الحاشية اللي راح نتركها للطباعة، بالنسبة للغة الانجليزية من هاي الناحية نضيف 1 سنتيمتر حتى من نطبع اثناء التجديد، ما يعني الكتابة ما تروح بالتجديد. اما في حالة هاي نتركها بالليفت 1 سنتيمتر راح يترك لناها هنا، لكن في حالة انه البحث مالتنا باللغة العربية نحولها للرايت. فمثل ما تلاحظون القطر طلع لنا هنا ماشي، فنضغط على اوكي. هسه اول شفتوا ترك لنا مسافة، هاي المسافة اللي تركها هي حق التجليد على مود من نجلد ما تروح الكتابة. هسه احنا حصلنا بحوث علمية ومصادر ونسخنا من عندها وجينا سوينا لصق، لصقنا الكتابة من البحوث الموجودة والبيبرات ونسقناها، راح طبعا راح تظهر لنا بهالشكل هذا، كلام مبحثر غير مرتب، نسق الخط غير شكل. طبعا البحوث اللي باللغة الإنجليزية الأغلب العام أو تقريبا أغلب الجامعات تختار الخط تايم نيو رومان. نروح على كلمة هوم، نقرب اي مكان وندوس كنترول اي راح يحدد لنا كل الكتابة، او عن طريق الضغط بزر الماوس الايسر من البداية وننزل يحدد لنا جميع الكتابة. نجي من هنا نختار الخط تايم نيو رومان، هسه حولنا الخط كله تايم نيو رومان. الخط المطلوب باللغة الانجليزية او حجم الخط باللغة الانجليزية هو بالمتن 14، اغلب الجامعات هيجي طبعا وكل من حسب الجامعه مالته. هسه جاي تلاحظون الاسطر يعني ما متناسقه، فمن هنا نختار جاستيفاي. اما اذا كان البحث مالتنا باللغه العربيه نختار حواشي سفليه اللي هو جاستيفاي، لو هسه احنا باللغه الانجليزيه نختار جاستيفاي. مثل ما تلاحظون نسقت عندنا الكتابه تباعد الاسطر. هسه نجي الى تباعد الاسطر. أغلب الجامعات تباعد الأسطر من هنا يكون 1 سنتيمتر ونص، أو عفوا 1.5، بعض الجامعات 1.15، لكن أغلب الجامعات هو تباعد الأسطر 1.5. فحاليا مثل ما تشوفون تباعد الأسطر متساوي، الخط متساوي، تمام. هسه نجي نترك دائما السطر الأول، نترك يسموها حاشية أو يسموها هوامش، ندوس زر التاب بالكيبورد راح يترك لنا تقريبا 1.5 هاي المسافة. لنفترض أن احنا هذا يعني خلصت عندنا هاي الفقرة، جينا فقرة ثانية أوتوماتيكيا راح يترك نفس المسافة. خلصنا هذه الفقرة نفس الشيء، ندوس انتر راح يترك نفس المسافة. على سبيل المثال انت كاتب وناسي يعني تترك هاي
الهامش أو يسموه حاشية حسب التسمية، يعني هو اثنيناتهم نفس الشيء، تنقر زر التاب من الكيبورد راح يترك لك نفس المسافة. فإذا تلاحظ التباعد هنا دائما السطر الأول تباعد هنا نفس المسافة اللي هنا. هسه تقريبا خلصنا تنسيق الكتابة وخلصنا تنسيق الأسطر، تباعد الأسطر والحاشية والخط حجم الخط. هسه نجي للجزء الثاني من الدرس، شلون نسوي الحواشي العلوية وشلون نسوي الحواشي السفلية اللي راح نضيف بيها ترقيم الصفحات. نجي نقر بالحاشية العلوية فوق مكان فارغ، وهنا نكتب كتابة عادية، نجي من كلمة هوم نحول الكتابة هنا طريقة كتابة عادية chapter one intro مثل ما قلنا كتابة عادية، ونتعامل إياها مثل ما نتعامل إياها الكتابة. نغير حجم الخط نسوي 14، نوع الخط تايم نيو رومان ونخليه مائل. هسه نجي من هنا شو نسوي؟ البوردر اند شادنج، من هنا تختار بكيفك، تريد البوردر يكون خط واحد تنقيط، انا راح اختار خطين وراح اختار شوي اسخن يعني من هنا اعطيه 1.5 يكون واضح. تحب تسوي هيك او تحب تسوي هيك حسب الشيء اللي انت يعجبك. تمام، او تقدر تغيره، نعم خليه هيك. شوف تمام تمام خليه هيك، انا اشوفه هيك حلو مرتب يعني، تقدر تنزله لجوا شوي. تمام مثل ما تشوفون انضافت عندي الحاشية العلوية بالصفحة الأولى وبالصفحة الثانية. هسه نجي نضيف حاشية سفلية اللي راح نضيف بيها ترقيم الصفحات. نجي نقر هذا مكان فارغ جوا، ونجي على كلمة insert نضيف page number، تقدر منا نضيف الفوتر بس أنا أضيفه من البيج نمبر. نختار البوتوم اون بيج يعني راح تكون اسفل، تختار حسب الشيء اللي يعجبك طبعا، انا راح اختار هذا. فضاف عندي الترقيم نفس الشيء، هذا تقدر تسويه اسخن يعني، او الكتابة نفس الشيء تسويها بولد نغير الحجم بولد تسويها 14 مثلا تايم نيو رومان تتحكم بيه. تمام هسه ترقمت، سوينا الحاشية العلوية وسوينا ترقيم الصفحة، نضاف عندي رقم الثاني. تمام هسه نحفظ العمل مالتنا. هسه نجي للخطوة الثالثة اللي هي تعتبر أهم خطوة، أغلب الطلبة الباحثين عند كتابة البحث يعانون من مشكلة من هاي القضية. هسه شو نضيف صفحة فارغة نضيف بيها شعار الكلية واسم الكلية واسم الطالب بدون ما تحتوي على أرقام وبدون أي خطأ. نجي منها من كلمة insert، طبعا نحط المؤشر هنا من كلمة insert ونضيف blank page. تمام المشكلة اللي صارت عندي انه ضاف لي ترقيم لهاي الصفحة وضاف لي حاشية علية، وهذا الشيء انا اكيد ما اريد. شو اسوي؟ انقر فوق الحاشية العلوية بمكان فارغ هنا مثل ما تلاحظون different first page، انقر عليها تمام فرغ لي الصفحة الاولى، بقت عندي الحاشية هنا أنا طبيعية ما بيها مشكلة. المشكلة الثانية عندي هنا أنا رقم 2، شلون راح أتعامل يا رقم 2؟ أريد أرجع هاي الصفحة ترجع رقم 1، شو أسوي؟ أجي أنقر هنا أنا بمكان فارغ الصفحة الأولى، أنقر بمكان فارغ وأجي على كلمة layout من كلمة break أقل next page، شنو اللي صار؟ اختفت هاي الحاشية. أرجع أنقر هنا أنا بالحاشية هاي، مش اقل له link to previous انقر عليها ماشي، والغي different first page.
رجعت الحاشية طبيعية، رجعت هنا أنا. رقم 2 شو أسوي له؟ أجي أحدده فورمات، أقول له ابتدي لي من رقم واحد، ابتدي لي من رقم واحد. الصفحة الثانية تحولت رقم 2، الصفحة الأولى مفرغة من الرقم من الحاشية العلوية. هسه نجي للخطوة إضافة شعار الكلية واسم الكلية واسم الطالب، كل حسب الكلية مالته. نقدر هنا نستخدم طريقة السحب والإفلات. نصغرها حسب الحجم اللي نريده طبعا. تمام، من هنا نقول التكست حركه وين ما نريد. هسه نجي هنا نضيف اسم الكلية، نختار اللون الأسود. وهنا أنا بعد حسب اسم الطالب واسم المشرف والسنة وكذا تكمل بشكل طبيعي. مثل ما تلاحظون هنا أنا ضافت الحاشية، وهنا أنا الترقيم، هنا أنا الصفحة الأولى تختلف، لا بها ترقيم ولا بها حاشية، والباقي يعني طريقة كتابة طبيعية جدا. هسه نجي لآخر جزء من درس اليوم، اللي هو شلون نضيف فصول الرسالة كلهم بملف واحد. نجي لنهاية الرسالة، ننقر هنا. هسه من كلمة insert نروح لobject إضافة كائن، كائن من كتابة. لازم احنا نكون مرقمين فصول الرسالة، كل من حسب رقمه. نحدد رقم 2، نضغط على control ورقم 3 ونقول له insert. هسه نجي نشوف شنو اللي صار عندنا. نرجع للبداية، هذا chapter 1. نرجع مرة ثانية ننقر هنا، نقول له link to previous. اوكي، رجع لي هذا، رجع لي الترقيم، يعني تبقى تعديلات بسيطة. شابتر تور ننزلها شوي. هسه شو نقول هنا؟ نلغي الربط حتى نحذف هذا. اوكي، نرجع نكتب هنا different، نلغي هذا ما نحتاجه. ماشي، هاي الفصول بعد نرجع نسوي لها مثل مساء، نضيف لها الحاشية أنا ما ضايف لها. لكن بالنسبة للترقيم شلون نضيف الترقيم نخليه يكمل، يعني احنا هسه هنا رقم 2، هاي رقم 3، شلون نخلي هنا يكمل؟ نجي هنا ننقر، نقول له insert page number bottom، نختار نفس النسق. بس لازم تنتبهون على شيء مهم جدا، هسه انا اضاف له رقم 1، شقله حدد الكتابة format page number، انقله continuous حتى يكمل ويا الرقم اللي فوقه. هسه هنا أنا عندي 3، كمل هنا عندي 4. هذا الريزلت عن ديسكيجن، كمل عندي 5. هسه هنا ما كمل عندي، نرجع نفس الخطوة، حدد الكتابة اللي عفوا الرقم، وهم نقول له continuous، رسبت نطلع رقم 6. مثل ما شفتوا دمجنا الفصول الثلاثة. إذا أعجبكم الفيديو أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى نقدم لكم كل ما هو جديد. شكرا لحضراتكم على المتابعة.